نشر الموقع بوست تقريرا مفصلا عن التمثيل الدبلوماسي المختل في اليمن، تطرق فيه إلى واقع السفارات اليمنية بالخارج وصمت الدبلوماسيين عما يجري في البلاد. وقال التقرير إلى أن السفارات تعيش خللا كبيرا من خلال التعيينات التي تمت وتتم في هذا السلك، واستبدال للكادر الوظيفي بكادر لا علاقة له بالوظيفة، وإن نسبة تمثيل الجنوب تزيد عن 70% في مشهد يجسد دور الإقصاء. ونقل الموقع عن سياسيين أن تلك التعيينات تعكس في الوقت ذاته مدى الخلل الحاصل في صفوف الحكومة وبعد هؤلاء المسؤولين عن معاناة المواطنين في ظل سيطرة الحوثيين وكذلك الحرب التي دخلت عامها السادس.